صباح واهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدنا نتحدث عن البنش ماركس على سناب دراجون 8 جن 1. هذا التليفون وهذا الحاسوب الجديد اللي اعلنت عنه الجمعه الماضيه شركه كوالكوم عنده مميزات كتير حلوه، وخبرونا عن عده ارقام شو عم بيصير فيه، التجديدات اللي صارت فيها. بهالبنش مارك حنتحدث عن الارقام تاعيتها ونشوف مقارنتها بين سناب دراجون 888 وسناب دراجون 8. وغير هيك كمان بدي احكي معكم عن العاب لعبت كم لعبه على هذا التليفون. اخر شيء بدي اتحدث معكم عن الشغلات اللي اذا كنتوا استعملتوا انه تليفون عنده سناب دراجون 888، انه بتعرفوا انه هالتليفون بيحمى شوي لما بنلعب العاب. حنتحدث انا معهم شوي، خبروني شو حيصير بالنسبه انه شو عملوا هن ليقدروا يزبطوا هالمعلومات وهالحراره الموجوده عليه الحاسوب القديم مع الحاسوب الجديد منهم لسنه 2022. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. خلينا نتحدث عن البنش ماركينج والجيمنج على سناب دراجون 8 جن 1. لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. فاول شيء بدنا نبلش بنتحدث عن الهاتف اللي قدرت اعمل التستينج عليه. هلا اعطونا نحن عده شغلات بالكوالكوم بالمؤتمر اللي كنا فيه، بس اعطونا ساعتين اخر نهار نقدر نجرب التليفون، نعمل عليه بنش ماركينج، نلعب عليه العاب. هلا اول شيء انا قضيت ساعه ونص من هالتوقيت عم بعمل البنش ماركينج، بنتحدث عن الارقام اللي طلعوا منهم، واخر نص ساعه قدرت العب العاب، ثلاث العاب خصوصيا الجنشن امباكت، الببجي موبايل، والكول اوف دي موبايل، كول اوف ديوتي موبايل موجوده عليه للتليفون. السبب هيدا لانه كان عندي وقت مخصص، معنا كتير وقت نقدر نلعب فيه لهالتليفون. شو اول شيء بدنا نتحدث انه التليفون هيدا ريفرنس ديفايس، منه تليفون من شركه خصوصيه، عملوه بس لانه نقدر نعمل عليه تيستينج بالكوالكوم ايفنت، وبعدين هالتليفونات ما حدا حيقدر يشتريهم. التليفون اللي عنا اياه هون الشاشه تاعته تقريبا 6.67 انش، بس عنا نحن 1080p 120 هرتز، عنا 12 جيجا بايت رام، والحاسوب السناب دراجون 8 جن 1، هذا اللي نقدر نعرفه كل هالشغلات. وكانوا موصلينهم على الواي فاي، ما موصلينهم على ال 5G، سو ما كان عنا الخبره تاعتنا كل السرعه اللي عم نستعملها عم تستعملوها على الواي فاي. عملت لهم عده فحوصات، عملت الجيك بنش، الاي اي بنش مارك، عملت بي سي مارك، وكمان عملنا ام ال بيرف، هدول الشغلات المهم عملناهم، والان 22 كمان اذا بتعرفوا انت للبنش ماركس. والألعاب اللي متخبركم أول شيء. خلينا نبلش نتحدث هلا عن الأرقام وكيف طلع الأرقام، وبس حتى تعرفوا ما كلهم، بس يعني عدة الفحوصات اللي عملتهم عملت لها مقارنة للسناب دراجون إنسايدر التليفون تبعهم، وهذا معه الحاسوب 888 مش البلس اللي نزلته كوالكوم بأول السنة. سو هذا المهم اللي لازم نعرفه، إنه على القليل إذا عم تعرفوا المقارنة بين أول حاسوب نزل بأول السنة لأول حاسوب إجا بالسنة الثانية وراها. عشان هيك بقول السناب دراجون 8 ضد ال 888 بيكون أحسن بدل ما نحط 888 بلس. أول فحص هنعمله هو اسمه الجيك بنش. على الجيك بنش على 888 اعطينا 1116 على السنجل كور، بدل ما يكون عندنا 1228 على 8 جن 1. لما عملناه على المالتي كور عندنا 3538 بدل ما يكون عندنا 3821 على 8 جن 1. بتلاحظوا انه في فرق منيح بيناتهم. حاولت اعمل انا الكمبيوت الفحوصات الموجوده هناك على الاوبن سي ال والفالكن، بس اثنيناتهم ضلوا يعملوا عليه كانسلنج والكراشنج عليه للتليفون لل 8 جن 1. بعتقد انا هذا بسبب انه هن عم بيعملوها للاندرويد 12، هيدي اول شيء، وثاني شيء انه موجود على حساب جديد بعد ما عملوا له الاوبتمايزيشن، لانه التطبيقات اللي كنا عم نستعملهم ما خلوهم يعملوا ابديت للانترنت حتى الناس ما تقدر تشوف الارقام هيدي الجمعه الماضيه قبل ما نعرفها هلا. شو هذا مهم ولازم نعرف في الفرق بين الاثنين. البي سي مارك هو الفحص الثاني اللي عملته ورا. الحاسوب تبع 888 طلعنا 1718، على ال 8 جن 1 طلعنا 1762. الفرق كتير بسيط بيناتهم، بس بنلاحظ انه في تجديد بين السناب دراجون 888 وال 8 جن 1. والفحص الثاني اللي عملني وراه هون اسمه الاي اي بنش مارك، هذا بيعمل الفحص بس على الاي اي، على الاي اي بروسيسنج الحاسوب اثنيناتهم. 888 في فرق بينه وبين 888 بلس، انه 888 بلس باخر سنه 2021 اعطوه اوبتمايزيشن ليعمل اي اي بروسيسنج احسن، وخاصه انه احنا بنعمل الفحص بين 888 و 8 جن 1 بنلاحظ انه في فرق كبير. 888 اعطينا 173 و 8 جن 1 اعطينا 541 تقريبا 542، سو بنلاحظ انه الفرق كبير. امنيتي نشوف انه هالامكانيات بتضلها مثل ما هي مع التليفونات لما الشركات بتبلش تنزلها. هلا الفحص الثاني اللي بدنا نتحدث عليه هون كمان هو الانتوتو، في كتير ناس مهتمه فيه للانتوتو. من هون بنشوف انه على الكيو تي اي طلعنا 997000، على السي بي يو 228000، على الجي بي يو 423000، وهدول ارقام كتير منيحه، بس ما اجاني وقت اقدر اظبطها على 888 التليفون معي، كل ما عملته للبنش مارك كان يعمل فريزنج على الفيديو بروسيسنج بالجي بي يو وما قدرت اخلصه، عشان هيك ما عندي الرقم الا بس على 8 جن 1. اخر فحص بدنا نتحدث عنه اسمه الام ال بيرف، هذا الفحص بياخذ تقريبا 30 دقيقه لينعمل على
على كل هاتف. عشان هيك كوالكم علمتوا لهالفحص على هاتف واحد موجود بالأوضة لما كنا بنعمل كل فحوصاتنا، ولما خلصت قدرنا نحن كلنا نروح ناخد المعلومات منه لهالتليفون. وعلى الML Perf حطتنا عدة أرقام، على الImage Class طلعنا 2518، على الObject Detect طلعنا 1240، على الImage Segment 601، على Language Understanding 38، على Image Class آخر شيء Offline 3409. الأرقام منيحة، ومثل ما قلت لكم هالفحص بياخذ تقريبا 30 دقيقة، عشان هيك ما قدرت أعمله على السيستم تبعي لنشوف قد ايه بنقدر نقارنه على هالتليفون. هلا خلينا نتحدث عن الألعاب وشو هن الخبرة تاعيتي بعد استعمالهم لهالثلاث ألعاب. لتنزيل المعلومات على الألعاب أخذتني مدة طويلة، عشان هيك ما قدرت ألعب أكثر من 30 دقيقة، 10 دقايق كل لعبة. لعبنا على Call of Duty Mobile، على PUBG Mobile، وعلى Genshin Impact. أول شيء منبلش مثل ما عادة منفتح Genshin Impact، لعبتها على Performance High على 60 frames per second وما كان في إشكال إطلاقا، لا missed frame ولا شيء. 10 دقايق لعبتها للعبة ومشيت مزبوط مثل ما كنت مستنظر. الشغلات اللي بنعرفها إنه هاللعبة بتمشي منيح على 888 plus، سو ما حيكون كان عندي إشكال إنه فكر إنه 808 Gen 1 ما حيكون عليه، إنه حيكون في مشكلة. عشان هيك انبسطت كتير. التليفون ما حمي كتير، هذه شغلة لازم نلاحظها، بس بعتقد انه الخبرة بعد استعماله لمدة 10 دقايق السيستم ما بطيء وما في كان عندي اي اشكال بالفريم ريت على الشاشة. عشان هيك انبسطت كتير انا ب 8 جن 1. لما قلبنا على الباب جي موبل قدرنا نلعب على الاكستريم مع الالترا اتش دي. الشاشه تاعتنا اللي موجوده هون مثل ما قلت لكم 120 هرتز، عشان هيك بنقدر نستمتع بالهاي فريم ريت لما بنلعب العاب هيك، وما كان في اشكال مثل العاده. لعبتها لمده 10 دقايق، نزلت لقينا عده محلات لعبنا، يعني الخبره تاعت اللعبه هلا موجوده كتير كتير منيحه. وهالتليفون مثل ما قلت لكم ريفرنس ديفايس، منه موجود بالسوق هلا. لما بنقلب على كول اوف ديوتي موبل ما قدرت نسل الحساب تبعي، عشان هيك عم بلعب جيست، بس مثل ما شفنا ما في اشكال. الكونفيجريشن الكنترولز كلها بتمشي منيح. باعتقادي انا انه هالحاسوب حيكون كتير منيح للالعاب، وحيكون كتير منيح خاصه مثل ما عم نشوف البنش مارك في تجديدات شويه مثل ما شفناها من 888 السنه الماضيه. بس اخر شيء بدي اتحدث معكم عن الحراره في لهالتليفون. بال2021 عرفنا كتير نحن انه التليفونات اللي فيها 888 الحاسوب حتحمل لما بنستعملها مده طويله، خاصه اذا بنعمل رندرينج، لما بنستعمل التليفون لنعمل ستابلايزيشن، ولحتى اذا بنلعب العاب لمده طويله. بالنسبه لي انا لما بلعب العاب على التليفون بلعب تقريبا نص ساعه، ساعه، يمكن حتى ساعتين، اذا بدنا نشوف انه بين الفرق بين كل لعبه بتاخذ وقت لوحده. بس اخر شيء اللي فرق معي هون انه بعد ما لعبتها لمده 30 دقيقه التليفون ما حمي. التليفون حمي لما كنا عم نعمل البنش مارك لمده ساعه ونص، بس هذا لانه عم نعمل بنش مارك وعم نستعملها على البرفورمانس مود اللي هي موجوده عليه للتليفون، وانا كنت مدورها طول الوقت. عشان هيك التليفون انه قضيني ساعتين ما كان في اشكال، ولا مره طلع وقف التليفون وبطل يمشي، بس الحراره كانت عاليه شوي لما كنت عم بعمل بنش مارك لمده ساعه ونص. لما عدت الالعاب ما حمي كثير، بس ما فينا نعرف مزبوط كيف هالتليفون حيمشي مع تليفونات من الشركات. لما حكيت مع شركة كوالكم وسألتهم شو هي حيصير، هل هني زبطوا المشاكل اللي شفناها السنة الماضية بالمعاد الحاسوب تبع 888، قالوا لي انه هني ما غيروا شيء في الحاسوب، جددوا وعطونا الامكانيات الجديدة، بس حيعطوا الشركات الخبرة تاعيتهم والريكومنديشنز تاعيتهم لشو يعملوا هني ليقدروا يسيطروا على الحرارة تاعيتهم ل 888 ولا حتى كمان 8 جن 1. السنة الماضية التليفونات اللي نزلت 888 باعتقادي أنا كانوا معمولين للحاسوب 865 وما قدروا يضبطوا حالهم كتير منيح ل 888. عشان هيك شفنا شوي تليفونات لما بتستعملون أكثر من الساعة وشوي بنلاقي إنه الحرارة بتطلع والبرفورمانس يعمل دب. عشان هيك هيدي الشغلة اللي لازم يشوفوها هلا الشركات ب 8 جن 1 حتى يقدروا يضبطوا كل الشغلات فيها. سو ان شاء الله كل هالشغلات بتتزبط قبل ما نبلش التليفونات من الشركات. بدنا نشوف ان شاء الله الاعلانات الجديده. شاومي كانت موجوده بالمؤتمر، عملوا فيديو بعثوا لنا اياه عليه للشاشه، بس ما خبرونا اذا رح ينزلوا تليفون قبل اخر السنه. خبروني تحت قولوا لي شو رايكم في لهالحاسوب، وهل انتم متشجعين مثل ما انا متشجع على الحاسوب هذا، وشو معقوله نقدر نستعمل فيه لهالتليفون. عملت لكم عد فيديوهات قبل هذا حتى افرجيكم الامكانيات الجديده اللي خبرونا. هلا عم نتحدث عن البنش ماركين قد ايه قوته لهالحاسوب، ولما قارنته مع 888 مثل ما بنشوف في تجديد قدام، لانه هيدا مثل كل سنه لازم يعطونا شغلات جديده، بس على القليل بدنا نشوف كيف بتصير مع شركات التليفون. شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك، شكرا لكوالكم انه عزموني على المؤتمر الجمعه الماضيه. نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.